تنقول وجه تحية محبة لكل أهلنا الصايمين بأريحة وين ما كان بهالشهر رمضان الكريم، شهر التصالح والتسامح، لأنه أطيب ما في بالدنيا محبة الله، وأحسن ما في بالجنة رؤية الله. مشان هيك المحبة بتتجسد على الأرض، فأنا صار لي سنين بوزع التمر والمي على الصايمين قبل الإفطار حتى نجسد محبتنا لبعضنا البعض، ويمكن عمل كتير بسيط ولكن وراه محبة كتير كبيرة. ومن مدينة القمر هالعمل الأخوي المليان محبة انتشر لكل المدن ولكل البلدين، تنقول من أريحة منتعلم ومنعلم. فأنا رسالتي لأهلنا اللي عم يصوموا شهر رمضان الكريم إنه صحيح هو شهر فيه تحدي كتير كبير، ولكن نتذكر إنه الصبر نص الإيمان والصوم نص الصبر، ومن صبر نال. فأنا بتمنى للجميع شهر رمضان مبارك مليان بالحسنات ومليان بأعمال الخير والمحبة، ونتذكر إنه الله دايما أكرم وكرمه غمرنا جميعا. رمضان كريم.